يعني يمكن الحدث الثقافي الأبرز والأهم في مصر، واليوم اللي كتير من المصريين وعشاق القراءة بينتظروه هو يوم افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي بينطلق في 25 يناير الجاري في دورته الـ54. المفروض أنه يفتح المعرض أمام الجمهور يوميا من الساعة 10 الصبح لحد من أول يوم 26 يناير لحد يوم 6 فبراير، وتغلق الأبواب يوميا الساعة 8 ما عدا في الويك أند خميس وجمعة، يبتدوا 10 الصبح ويقفلوا 9 مساء، والحجز هيكون إلكترونيا. هنعرف مع حضراتكم تفاصيل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب. دلوقتي معانا على التليفون دكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تقول لنا أهم ما يميز هذه الدورة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحضراتكم بخير ومصر جميعا بخير. بالفعل كما أشرت حضرتك، نحن في انتظار انطلاق الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. هذه الدورة التي تحمل جديد إن شاء الله سيعلن عن تفاصيل الجديد لهذه الدورة وكل تفاصيلها يوم الاثنين القادم إن شاء الله الساعة 2 ظهرا في المؤتمر الصحفي الذي تترأسه معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني. بالفعل دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب ستنطلق إن شاء الله يوم 25 يناير. المعرض سيفتح أبوابه للجمهور يوم 26 يناير حتى 6 فبراير يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 8 مساء، ما عدا أيام العطلات سيمتد المعرض حتى الساعة 9 مساء إن شاء الله. هذه الدورة بالفعل كما تم الإشارة من قبل، شخصية المعرض هذا العام الشاعر الكبير صلاح جاهين شاعر العامية المصري، وهو إشارة إلى أهمية الشعر وأهمية العامية المصرية أيضا، بالإضافة إلى شخصية كامل كيلاني شخصية طفل. المعرض ككل الدورات يقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات، وهو الشريك الاستراتيجي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. إن شاء الله خلال المؤتمر الصحفي سيتم الإعلان عن الكثير الذي سيقدمه هذا العام المعرض للثقافة المصرية، الثقافة العربية، الثقافة العالمية بإذن الله. طيب دكتور، عايز أسألك كمان عن يعني أهمية وجود معرض القاهرة الدولي للكتاب، واحنا بنتكلم ان صناعه النشر زي صناعات كتير تاثرت باللي حصل السنين اللي فاتت، ازمه كورونا ومن بعدها الازمه الروسيه الاوكرانيه، اسعار الكتب هتكون عامله ازاي؟ ان يقام المعرض هذا العام هذا دليل على ان مصر ما زالت داعمه بقياده فخامه الرئيس للثقافه وللفكر وللابداع، لان المعرض ياتي برعايه كريمه من فخامه السيد رئيس الجمهوريه، وهذه الرعايه تحملنا الكثير من المسؤوليه من اجل ان يخرج هذا المعرض بصوره تليق بالرياده المصريه الثقافيه والرياده المصريه الحضاريه. والحضارة المصرية قدمت الكثير للإنسانية، بالتأكيد 54 سنة من عمر معرض القاهرة الدولي للكتاب هي دليل وإشارة على أن مصر المنارة الثقافية والمنارة الفكرية للمنطقة. صحيح. طب كمان عايز أسأل حضرتك عن لو في أجنحة جديدة هذا العام في الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني دعينا ننتظر المؤتمر الصحفي إن شاء الله، هو محمل بالكثير كما قلت. إن شاء الله هذه دورة من عمر المعرض، دورة فارقة كما قلت في ظل ظروف عالمية وظروف استثنائية، لكنها دورة ستكون تليق بمكانة مصر إن شاء الله. الدولة ضيف الشرف لهذه الدورة. هذه الدورة المملكة الأردنية الهاشمية هي ضيف شرف هذه الدورة إن شاء الله، وسيكون هناك جناح مخصص لدولة ضيف الشرف، بالإضافة إلى برنامج ثقافي ستقدمه المملكة الأردنية الهاشمية سيتم الإعلان عنه من خلال سفير المملكة الأردنية الهاشمية إن شاء الله خلال الأيام القادمة. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.